ما بتحلم فيها ولو على قطع هالرقبة. بوسها وانت الكسبان، بوسة رجل كبير بتكبرك. هاي البوسة مفتاح سترتك، تعرف ليش؟ لحتى تعرف قيمتك، وقت اللي بتعرف قيمتك تعيش مرتاح، بس تعطي حالك أكبر من حجمك المشاكل بتبلش تنزل عليك مثل زخ المطر ولك عبد. هاد الشي بيرضي ربك يا أبو حمزة؟ بيرضيني إلي. بدك تعيش مرتاح بتبوسة مثل الزليل، ما بدك تاخد بنتك وبتنقلع انت وياها برات الحارة وان شاء الله بتنقبروا. بوسي كفيت عنك شر كبير ولك يا عدو، تعرف ليش؟ لحتى ما تتفرعن، لأنه إذا تفرعنت راسك راح أمعطه بالزبل. والله يرضى عليك حسك ما بدي إياه يطلع، فهمت ولك؟ يا رجال كل شي صار اليوم بينقبر بأرضه، كله على نصته، ما في شي بيطلع برات هذا الباب. والله عبده حرام، عبده منا وفينا، يعني لازم نستر عليه وعلى عيلته، ما هيك؟ كلمتك ما بتصير تنتين يا كبير. تسلم يا أبو أحمد. شو؟ فرجات؟ ايه فرجات. الحمد لله. والله لا اخذك مشوار على الجنة ساطلات. لا 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 عمي، شو جنة ما جنة؟ الله يبارك لكم بالجنة، أنا هم مطرحي مروق خير الله، روحوا أنتم. حاج لعي فاضي ولا؟ امشي معي لشوف.